أعزائي المتابعين، أهلا بكم، يا رب تكونون بخير. راح اليوم نعرض لكم فيديو بأعمال فنية وأشغال حلوة، اللي هي قلنا قبل فيديو سابق أنه تتعلق بالحديقة وبالبالكوني وحتى بداخل البيت، وهي بشغلات حلوة ممكن تقدرون تسووها، يعني من أشياء ريسايكل وقديمة، يعني أحسن ما نرميها، نقدر نغير بهاي الأشكال اللي موجودة عندنا وتتغير بالتمام، يعني كأنهم مو هي، ونضع لها شغلات يعني سلاسل، نضع لها أشياء أكسسوارات، يعني حتتغير بهاي الإضافات اللي نخليها، اللي شغلات هي كليتها قلنا قديمة، يعني هاي شغلات سنة الكرة، تشوفون الكرة يعني حولناها إلى شكل قارورة، خلينا عليها زناجيل، خلينا عليها كل شيء. طبعا تقدرون أنتوا تضيفون أشياء يعني من عندكم وفنياتكم، أنتوا تقدرون تطلعوها. هسه نبدي هنا، راح نبدي العمل. هاي احنا عندنا كاستين اللي هي قلنا ما تستخدم الزلاطة أو شوربة، هاي بلاستيك، هاي اشتريتها بفد يعني شي بسيط يعني مو غاليه. حطينا الاولى، خلينا عليها الصمغ او الغره، انا استخدم الغره افضل لان يعني يلزق بسرعه، يلزق بسرعه. هاي خليناها بهيجي شكل تشوفون يعني. وجبنا هذا البطل مع المي، تقدرون تستخدمون بطل مع المي مع العصير، اهم شي ناخذ الراس نقول احنا مالته النهايه مالته. هسه تشوفون شلون ناخذها، هاي اخذناها، هاي تشوفون انتو شلون، اذا تريدون اكبر او تريدون اصغر، انتو شلون تقصوها قصوها بهالطريقة، هاي توخرون توخرون يعني توخرون الغطاء من عندها، وتخلي طبعون الغرة حتى تلزقوها، هاي هالطريقة سهلة ما بيها شي. شوف هسه شوفوا راح تتحول الى فد شكل حلو مرتب. حاولوا تخلون الغرة او الصمغ شوية حتى يصير قوي. من الداخل همين بدينا نصبغ بها، انا صبغتها بهذا اللون الذهبي، تريدون تصبغها لون جوزي او اخضر او اي لون يعني، او اي لون يعجبكم. هاي هنا كملناها الصبغ، طلعت بهالطريقة، هاي بهالشكل هذا الحلو يعني مرتبة كأنه بازة صغيرة يعني. جبنا هذا فد سلسلة، انتو شو تريدون تحطون بعد، شوفوا الشكل هذا، تريدون تنزلون من الفتحة مالتها يعني خرز، او تريدون تحطون بها فصوص، او تريدون تحطون بها سلاسل، انتو اني هاي سويتها فد شي يعني بس مجرد حتى اشوفكم الشكل الخارجي، اما الاشياء اللي انتو راح تحطوها تقدرون اي شيء تخلون عندكم لها الاكسسوارات الزايدة، تخلون على حافتها يعني اي شيء يعني. يعني هاي سويتها كأنه يعني بعجلة، بس حتى بس مجرد اني اهم شيء عندي الشكل الخارجي حتى تتعرفون علي شنو شون اني مسويته. مجرد كاستين لزقناها وحطينا العلبة، جبنا قنينة او علبة مال مي، واخذنا الراس مالتها قصيناه، واخرنا القبغ ولزقناها، صارت بهالشكل هذا. اني دائما حقيقة استخدم صبغ اظافر، حتى اذا همينا راح ممكن اقدر اضيف له مرتلاخ يعني، او صبغ حتى لو عندكم صبغ، بس يعني صبغ اظافر لان لونه حلو مشابه للخرز، واستخدمه اني حتى صبغ اظافر بهيجي شغلات يعني استخدمه حلو. مرات اصبغ الخرز مثلا الونها ب
ما يروح يعني. شوف انتو شو تريدوا، ضعي شلون صارت هالشكل حلو ومرتب يعني، وتخلوها على على منضدة، او تخلوها بغرفكم، او تخلوها ب هاي هنا علقناها على الغصن. يعني هذا عندي غصن يعني اعلق به حقيقة هواية شغلات، مو بس هذا الغصن، عندي هواية يعني خالة بالحديقة واعلق عليه شغلات. هذا تشوفوها علقناها هنا هاي، شوفون شغلات تصير شغلات حلوة واحد يتونس بيها باوعها يعني. من يجي احد تجي يجون اصدقائكم تشوفوهم شغلات حلوة، انتو تطوروها يعني. اذا تتسوون في الشغلة مثلا صغيرة تقدرون تسوون في شيء اكبر يعني. وهالشغلات اكو هواية هواية مرات يعني. هذا شكل اخر، هذا شكل اخر هم نفس الشيء، جبنا همينة كاستين وهم نفس الشيء راح نسوي، بس راح نسوي غير شكل يعني، راح يبين غير شكل. هسه تشوفوا بعدين. هاي كاسات يعني قديمة عندي اصلا، هاي اكواب تستخدم للقهوة يعني. افضل اني تسوون قديمة عندي واستخدمتها، افضل اذا عندكم اكواب اقوى وشوية اكبر يعني، حتى دوم اكثر يعني، ما تنكسر اسرع. بس لان اني دا اسوي لكم اياه كشكل، فدا انطيكم الفكره يعني. اي كوب تقدرون تستخدمون، حتى اذا عندكم هاي الكواب الملونه او كواب صغيره يعني، تشوفوها انتم شلون ترتب. صابون هم قصيناها، قنينه ما صابون قصيناها هلا فوق الراس الفوق، وهم لزقناها وبدينا نحط الصبغ. خلينا الصبغ عليها، وانتو اي لون تحبون يعني، اي لون تريدون تسوون، بس هو يعني ماشي لون اللي هيك يصير جوزي فاتح نقول عليه، شو لون شوكولاته يصير يعني. حتى الارض ترهمية الشغلات البقية مثلا اخضر ممكن فاتح يعني يصير، هاي الالوان ترهمية هالاكسسوارات. وهي يعني المعروف عنها انه نحن نحطها دائما بالحدائق يعني، هيك الوان يعني. شوفوا تغيرت يعني، وشنو مجرد كاستين لزقناها ببعض، وخلينا فوقها الكوب، وخلينا برقع الراس هاي القنينة مال الصابون قصيناها يعني. فجأة كلها اشياء بسيطة ويعني ما كلفتنا فجأة يعني، ما كلفت هذا. حتى الاصباغ الاظافر الالوان اللي عندكم انتم موجوده تقدرون تسوون بها مثلا على هاي صفحه زخرفه ورود، تحطون فصوص، تحطون بلك، تحطون خرز، تحطون اي شيء، اكسسوارات القديمه، تحطون الرقبه مالتها مال اللي هي نفسها هاي اللي سويناها، القاروره اللي سويناها، تخلون رقبه مثلا سلسله بيها وتنزلون فد خرز من عندها يعني. انتم افكاركم وفنياتكم همين تقدرون تغيرون بالشكل، تسووها اكبر، تسووها اصغر، تسوون مثلا يعني اثنين متلازقة. شوف شلون انتو شلون ترتبوها يعني. هاي حتى مثلا واحد يخليها يمل، اذا واحد عنده شلال مال مي او عنده مثلا نافورة يخليها يسوي فد مجموعة حلوة مرتبة، مو بس مثلا شي شكل، يغير بها اشكال ويصفطها يخليها يم الزرع، كلش حلوة تصير. هاي انتو شلون بعد تخلوها وترتبوها يعني. هي شوف المادة كلش قليلة دم خلي، لكن تضيف للشكل فد شي حلو.
انتم الالوان تعجبكم هاي تقدرون تسوون من عندها 10-20 يعني واية يعني بس بهالطريقة يعني مو نفس الشكل يعني اشكال حلوة يعني وتعلقوها مثلا تخلون بها زناجيل تخلون هاي هنا انا خليناها على هذا الغصن وتطلع في الشكل حلو ما عندكم حديقة خلوا بالبالكوني جيبوا لكم غصن خلوا بالبالكوني مو او على منضدة او على اي شيء يعني هاي شغلات قبلها سويناها بفيديو اخر ويا رب اتمنى انه تكون يعني عجبتكم وعندنا هواية يعني افكار حلوة وراح نسوي هواية فيديوهات واتمنى يعني رسم اعمال يدوية اتمنى تكون يعني عجبتكم شغلات هي بسيطة بس ان شاء الله راح نبدي باشياء حلوة وراح نبدي بلوحات واعمال يعني يدوية حلوة ممكن يعني تخلوها باي مكان بالبيت او بالغرف مالتكم بالصالة يعني اشياء حلوة ومرتبة من شغل ايديكم وهاي اللي بدي اشوفوها هسه كليتها بس مجرد حتى تطلعون عليها وسرعتكم في فكرة احنا سوينا شغلات وبعد يعني هواية شغلات هاي همينا شغلات همينا شغلات سهلة ما بيها شيء كليتها مثل ما قلت لكم من كرة وكلها من صحون صحن يعني ومع صحن هاي خصوصا مال الشوربة تصير احنا نسميها كاسات يعني وانتو بعد وراها واكو تجي قناني مال مي مال عصير كلش حلوة يعني ممكن تقدرون ترتبوها ويا هاي الشغلات اخيرا متابعينا اشكركم على المتابعة ويا ربي اتمنى يكون يعني عجبكم الفيديو واي سؤال تقدرون تسألوه اني يعني اجاوبكم وان شاء الله عندنا شغلات مثل ما قلنا شغلات راح نسويها حلوة ومرتبة واكبر وشغلات حلوة وشغلات مزخرفة بيها شغلات حلوة بيها اكسسوارات وبيها يعني هاي تقريبا الاشياء كلها اللي تشوفوها ما بيها يعني زخارف ولا بيها شغلات خفيفة يعني تتخلى بحديقة او بس احنا اللي راح نسويها ان شاء الله بالفيديوهات القادمة اشياء حلوة ومرتبة وتتخلى يعني بصالة او تتخلى بغرفة وتتخلى على منضدة اشكر متابعتكم واتمنى ما تنسونا بمصمتكم الجميلة وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم.